فلازم تاخد بالك انه ما ينفعش تسيب ولادك في مكان مغلق ايا كان المكان. يعني الجو بتاع انا نزلت من البيت وقفلت عليهم بالمفتاح غلط، نزلت اشتري حاجة من المحل وسبتهم في العربية وقفلت عليهم الشباك لحسن بعدين حد يضايقهم غلط، خد عيالك في ايديك. اكتر من مرة كنا نسمع عن وفاة طفل او اطفال بالاختناق بسبب ان هم محبوسين في العربية. حصل بالفعل وفاة مؤخرا اهو لطفلين اتخنقوا اختناق، خلاص مفيش نفس مفيش اكسجين عشان قاعدين بيلعبوا. الله يرحمهم يا رب، الله يرحمهم يا رب، الله يرحمهم يا رب. ويمكن دي صورهم واحنا متعمدين ان احنا نعمل بيكسلز كده على الصورة علشان خلاص كده، علشان هم كانوا قاعدين جوه العربية قدام البيت في محافظة الشرقية. قلنا 100 مرة ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، لكن هتقول ايه؟ طيب خلونا نفهم هو ايه اللي بيحصل والحل السليم ايه. معانا على التليفون دكتور مروى عمر، مدرس الامراض الصدريه بكليه طب القصر العيني، صح كده يا جماعه؟ مظبوط دكتور مروى؟ اهلا وسهلا استاذ يوسف. اهلا بحضرتك يا فندم، ازاي الصحه؟ الحمد لله والله كله حضرتك. حلو. تمام يا رب دايما. دكتور مروى مدرس طب المنصوره. منصوره؟ أوه. امال انا جبت منين القصر العيني دي؟ انا راجع من الاجازه محتاج تليين ولا ايه؟ لا ولا يهمك حضرتك. اشكرك يا دكتور، ربنا يخليك. اسف والله على اللخبطه. خليني اسال حضرتك على مساله الاختناقات اللي بيتعرض ليها الاطفال وقد تؤدي الى الوفاه في حال تركهم في مكان مغلق. وانا قلت المكان المغلق مش بس العربيه، ده ممكن يبقى البيت لو حصل تسريب غاز ولا حاجه هتبقى مشكله والعيال محبوسه جوه. تمام. هو في البداية طبعا يا أستاذ يوسف أنا يعني بعزي طبعا أهلي الأولاد وطبعا ربنا يرحمهم يا رب. الله يرحمهم يا رب. ولو إن يعني في نوع من العتاب برضو طبعا للأهل يعني على الوضع اللي حصل ده، لكن طبعا هم مصابهم ربنا يصبرهم جدا وربنا يا رب يصبرهم. اللهم آمين. هو في البداية طبعا موضوع التسخين اللي هم اتخانقوا في العربية، هي قصة الوفاة في العربية طبعا أنا ما أعرفش ملابسات بالظبط إيه اللي حصل، لكن هو في حاجة من الاتنين، في احتمال إن يكون حصل اختناق فعلا، وفي احتمال تاني وهو خاص بارتفاع درجة الحرارة. لأن حضرتك هو طبعا الجو الأيام دي درجة الحرارة مرتفعة جدا والرطوبة عالية جدا. اللي الناس لازم تعرفه إن درجة حرارة العربية لو العربية مقفولة بتبقى أعلى من درجة الحرارة الخارجية، ممكن توصل لسبع ثمان درجات أعلى. يعني لو درجة حرارة الجو مثلا هنقول 37، ممكن توصل داخل العربيه لفوق ال 43 او ال 44. طبعا عشان بيحصل حمل حراري اعلى، احتباس. طبعا الحراره بتخش ما بتطلعش تاني. طبعا الاطفال كمان في مشكله في الاطفال الصغيرين ان هم عندهم قابليه اكتر من الكبار ان درجه حراره جسمهم تعلى. فزي حضرتك بالظبط فكره ضربه الشمس، اللي بيجي له ضربه شمس هي مشكلته في ايه؟ ان درجه حراره جسمه بتعلى، فبتغير كل يعني العمليات الطبيعيه اللي بتحصل داخل خلايا الجسم. هو ده نفس القصه اللي ممكن تكون حصلت للاطفال دول، يعني في احتمال ان هو ما يكونش اختناق، ممكن يكون ارتفاع درجه الحراره عملت مشكله للاطفال دول، والمشكله ان لما بيحصل ارتفاع درجه حراره في جسمهم بصوره عاليه جدا ده بيعمل نوع من انواع تشنجات العضلات، حتى لو حاولوا يفتحوا العربيه وخرجوا مش هيعرفوا. بيحصل طبعا غثيان، ممكن يحصل قيء، ممكن يحصل يعني طبعا بتحصل حاجات كتير جدا، وفي النهايه طبعا بتؤدي الى الوفاه، خصوصا طبعا لو الناس ما انتبهتش في خلال فتره قصيره ان الاولاد مختفيين او مش موجودين. القصه الثانيه طبعا قصه الاختناق. الاختناق ممكن يحصل بطريقتين. في حضرتك طريقه ان العربيه تكون دايره. الثانيه ان العربيه ما تكونش دايره. لو العربيه دايره بيحصل الايه؟ خصوصا لو في جراج او في مكان تهويه مش كويس. المفروض حضرتك ان احنا نتيجه اشتعال اي نوع من انواع الوقود بيحصل خروج لغاز سام جدا وهو غاز اول اكسيد الكربون. غاز اول اكسيد الكربون ده بيسموه القاتل الصامت، لان هو غاز ملوش ريحه وملوش لون، فهو مش هيحس ان في حاجه غريبه، حتى لو واحد كبير مش هيحس بريحه غريبه، مش هيحس باي حاجه. مشكله غاز اول اكسيد الكربون هو بيدخل جوه الجسم وبعدين بياخد مكان الاكسجين لانه بيتحد مع الكرات الدم اسرع بالزبط. من الاكسجين بالظبط، فده اللي بيحصل. فطبعا ده بيؤدي الى ان الاكسجين مش هيوصل للخلايا، فبتدي يحصل بقى المشاكل اللي بتحصل. مشكله حضرتك لو التهويه، لو احنا العربيه مركونه في جراج
ومكان سيء او اي مكان سيء تهويه، وحصل ان الموتور شغال او انا مدوره العربيه، غاز اول اكسيد الكربون نتيجه التهويه بره مش كويسه هيتراكم جوه كبيره العربيه. فطبعا ده يؤدي الى اختناق، واختناق زي ما قلت لحضرتك بيبقى صامت، يعني حتى الكبير ممكن ما ياخدش باله منه. والنقطه الثانيه، ممكن تكون العربيه في مكان التهويه مش وحشه قوي ولا حاجه، بس يكون العربيه مصدر خروج العادم بتاع العربيه نفسه في مشكله. صح. فبرضه نفس القصه بسبب مثلا اهمال بقى في الصيانه، حاجه بايظه وانا ما اهتمتش اطلعها حاجه، فبيحصل برضه تراكم لغاز اول اكسيد الكربون، وده خطير جدا جدا جدا. ده حضرتك برضه ممكن يحصل في البيوت، يعني انا مشغله مثلا دفايه غاز، دفايه من دفايات الزيت، مشغله سخان غاز، اي حاجه من الحاجات اللي هي ممكن يبقى فيها نوع من انواع احتراق الوقود، او دفايه فيها خشب بحرقه، او حتى لو الولاد الصغيرين بياخدوا دش، حتى لو السخان كهرباء، بس تراكم بخار الميه. بخار الميه بالظبط. فكل الحاجات دي بتؤدي الى الاختناق. ده بالنسبه لموضوع الاختناق داخل العربيه، لو العربيه دايره، يعني انا ممكن حته ان حد يسيب الولاد في العربيه وهي دايره ويقفل الشبابيك عليهم زي ما حضرتك بتقول، خايف عليهم حد يضايقهم او حاجه، وينزل مثلا يشتري حاجه، ده خطر جدا جدا. خصوصا ان انا لما انزل من العربيه او انزل من البيت واسيب الولاد، انا مش ضامنه ايه اللي ممكن يحصل، يعني انا في دماغي ان انا هنزل دقيقتين وجاي، انا ممكن يحصل لي اي ظرف، اتاخر لاي ظرف، يحصل اي مشكله، فالولاد يتعرضوا لخطر كبير. الاحتمال الاخير الاختناق داخل العربيه، ان العربيه ما تكونش دايره ولا حاجه، لكن بيحصل الاختناق بسبب مش بقى غاز اول اكسيد الكربون، لا هو بسبب غاز ثاني اكسيد الكربون. دي قصه ثانيه، يعني بنسميها احنا عندنا في الطب حاجه اسمها ريبريسنج، ان هو اكنه بيعيد استنشاء ثاني اكسيد الكربون. خلاص هو بياخد الاكسجين وبيخرج ثاني اكسيد كربون وبعد كده يعيد تنفسه مره ثانيه. بس الموضوع ده حضرتك بياخد وقت، يعني القصه دي ما تحصلش في نص ساعه ولا دقائق، لا هي بتاخد ساعات عشان تحصل. وهي بتعتمد على كذا عامل، عدد الافراد داخل العربيه، حجم العربيه حسب حجم الهواء اللي فيها، وعلى حسب برضو التهويه طبعا، وحسب عدد الساعات هو قاعد قد ايه في العربيه. فهي القصه يعني فيها عوامل كتير، احتمال الولاد يكونوا اتعرضوا لدرجه حراره عاليه، نوع من انواع ارتفاع درجه حراره الجسم، هو ده اللي ادى لوفاه الاولاد، مش مساله اختناق. وممكن يكون طبعا اختناق لو العربيه دايره، لو يعني في زي ما قلت لحضرتك في اسباب كتير يعني. صحيح. يعني ربنا يرحمهم يا رب. والقصه طبعا يعني مخيفه، هي بصراحه احنا عايزين يعني نقول لكل الاهالي في حاجات مهمه قوي المفروض تاخد منها بالها منها. مفيش حاجه اسمها طفل، خصوصا في السن الصغير قوي ده، او اي طفل، مفيش حاجه اسمها طفل يخرج يلعب لوحده، دي حاجه ما ينفعش اصلا. مفيش حاجه اسمها طفل يلعب بلعب حتى في البيت في اوضه ثانيه غير اللي انا فيها، لان ببساطه الاختناق ممكن يحصل بسبب قطعه مكعبات صغيره، هيبلع حاجه، مكسرات، جايبه حبايه فول سوداني، والحاجات دي بنشوفها كتير، يعني الطفل جاي شرقان حبايه فول سوداني، الاطفال بيلعبوا مع بعض وراح مثلا حاطط المخده على مناخير اخوه بقه فراح خانقه وهو مش فاهم، مثلا قاعد على نفسه قاعد على صدره فمش قادر ياخد نفسه فخنقه، بتحصل كتير جدا. بيلعب طفله صغيره بتقلد مامتها، يعني دي كلها امثله، بتلف طرحه حوالين راسها مثلا زي مامتها، فتقوم البنت تيجي تفك الطرحه مش عارفه، تقوم رايحه خانقه نفسها وهي مش فاهمه. فدي حاجات حضرتك بنشوفها وبنقابلها. فالاختناق قد يكون حصل ان انا اكلت مجرى الهواء، وقد يكون الاختناق بسبب اختناق كيميائي زي فكره غاز اول اكسيد الكربون اللي انا وضحتها لحضرتك في حاله اشتعال الوقود. طبعا لو في اي دفايات في البيت في اي حاجه، احنا بنقول للناس دايما خليكم حريصين، اولا زي ما قلت لحضرتك الاطفال، مش حاجه اسمها سيب طفل في البيت ابدا لوحده حتى لو دقائق بسيطه، لان ممكن الدقائق دي تبقى ساعات، انا ما اضمنش ايه اللي ممكن يحصل لي لو نزلت من البيت وسبت الاولاد. مش حاجه اسمها سيب اكل على النار وانزل، مش حاجه اسمها شغل دفايه واقفل الاوضه واسيبها وانام، حتى الكبار يعني انت دفي الاوضه واقفل الدفايه قبل ما تنام، مفيش حاجه اسمها سيبها شغاله وانت نايم. اي سخانات غاز، اي حاجه في البيت لازم نفصلها في حال وجود اطفال، لازم ياخدوا حذرهم هو طبعا. بس يعني يركزوا مع عيالهم اكتر من كده، اكتر طبعا. ما بيركزوا طبعا. مع المسلسلات طبعا. حضرتك برضه في حاجه مهمه انا نفسي الناس كلها تتعلمها بصراحه، وهي الاسعافات الاوليه، يعني دي برضه حاجه مهمه لازم الناس اذا حصل كده، يعني لو لقينا انه مثلا افتح باب العربيه بسرعه وعاوز اسعف الاولاد اعمل ايه بالظبط؟ في حضرتك الولاد دلوقتي غايبين عن الوعي، النفس انا طبعا في اختبار ممكن اي حد يعمله حتى لو مش طبيب، ان هو يشوف في نفس ولا لا، بيحس النفس، يسمعه في نفس طالع من الولد ولا لا، وبتدي يعمل حاجه اسمها انعاش قلبي رئوي. على فكره ده مش محتاج طبيب، ده حضرتك اي بس ده برضو اظن محتاج الاول ان احنا يبقى الناس متدربه على ده طبعا، علشان بس ما يكسرش ضلع، مش يعني حاجات زي كده
هو مش محتاج طبيب في التدريب، يعني هو محتاج اي حد لازم يتدرب عليه، ما يجيش حد يقول لك لا ده دي شو لا لازم التدريب. عشان كده احنا دايما ننصح بانه الاول عايز اشكر حضرتك يا دكتور مروه، كل الشكر ليك يا دكتور مروه عمر مدرس الامراض الصدريه بكليه الطب المنصوره ومدير مجمع العنايات المركزه بمستشفى المنصوره الجامعي.